نفخر في شركة السنيدي اليوم مع منشآت في برنامج الامتياز التجاري، نفخر أنه إحنا لنا فترة الآن شعارنا صرنا أقرب، نقصد في شعارنا صرنا أقرب أنه إحنا قريبين بإذن الله بفروعنا من الناس، الناس اللي دائما تحب السنيدي وتعتبر أنه السنيدي هي العلامة الأولى في مجال لوازم الرحلات. اليوم إحنا بإذن الله راح نكون قريبين منكم بالفرنشايز والامتياز اللي إحنا قاعدين نحاول نعطيه للإخوان والعملاء السابقين معنا اللي كانوا من أول، هم عملاء جملة عندنا يأخذون من عندنا منتجات، واليوم إن شاء الله إحنا قاعدين نمكنهم. احنا اليوم قاعدين نشتغل على العمليات عندنا في الشركه بحيث انه اي واحد ياخذ منا هذا الفرنشايز باذن الله احنا نضمن له باذن الله حاجتين. الحاجه الاولى انه احنا قادرين ان نشغل له فرعه وبافضل طريقه وبافضل اسلوب، الشيء الثاني قاعدين نوصل له وسلاسل امدادنا توصل له بطريقه افضل وبطريقه اسهل، وجالسين اليوم نبتكر. احنا وصلنا ونفخر انه وصلنا الى انه كل 10 ساعات او اقل من 10 ساعات يولد عندنا منتج. كفيلين إن شاء الله إنه اللي بيمد يده لنا بإذن الله راح نقومه ونقوم مع بعض وننهض مع بعض ونكون جزء كبير من ناتج وطننا المحلي اللي يتصدر فيه برا.